السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي الأطفال، كيف حالكم؟ اليوم إن شاء الله سنتعرف على نوعين من الخطوط جديدة. تعرفنا فيما قبل على الخط الأفقي، الخط المستقيم والخط المائل والخط المتعرج والخط المتموج والمنكسر، واليوم سنتعرف على خطين جديدين هما الخط الحلزوني والخط الملتوي. نبدأ أولا بالخط الحلزوني. انظروا، أنا قد حضرته من قبل، أخذت ورقة وقمت برسم خط حلزوني في الوسط، وقمت بإزالة الورق من الوسط عن طريق المشرط. هكذا سنأخذ ورقة بيضاء ونقوم بالرسم عليها هذا الخط الحلزوني. سأضع الورقة على الورقة البيضاء وأقوم بالرسم عليه. نأخذ قلم ونقوم بالرسم. نبدأ أولا من هنا. هذه الطريقة سهلة كي يتعلم الأطفال كيفية رسم الخطوط. قلنا هذا اسمه الخط الحلزوني. هكذا يكون الخط الحلزوني قد رسمت عليه. الآن سأزيل الورقة. انظروا، هذا هو الخط الحلزوني. أعيد الرسم عليه مرة أخرى. هكذا يكون الخط الحلزوني، والآن سنرسمه بالعجين. أخذ ورقة أخرى وأخذ العجين ثم أقوم بالرسم. أخذ العجين في اللون الأصفر. أنا قمت هنا بالرسم عن طريق قلم الرصاص وسأرسم عليه أيضا بالعجين. انظروا معي، هكذا. أستمر في وضع العجين على الخطوط كي نرسم الخط الحلزوني. هكذا أستمر في وضع العجين. انظروا كيف يصبح شكله. أستمر بالوضع حتى أنهي الخط كامل. انظروا، هكذا يصبح الشكل النهائي للخط الحلزوني، يكون بهذه الطريقة. رسم الخط الحلزوني سهل جدا. الآن سنتعرف على الخط الملتوي. سأرسمه أولا في ورقة بيضاء لنتعرف على الطريقة كيف يرسم. انظروا معي، هكذا نرسم الخط الملتوي. سأرسمه بلون آخر، باللون الأخضر.
هذا هو الخط الملتوي، انظروا كيف هو. الآن سنقوم بتزيين فستان هذه الفتاة بالخطوط الملتوية. سأتتبع على النقط، لتزيين هذا الفستان. انظروا، نبدأ من هنا. هذا هو الخط الملتوي وهذا الخط الحلزوني. اليوم تعرفنا على خطين وهما الخط الملتوي قلنا والخط الحلزوني. إن شاء الله في النشاط المقبل نتعرف على خطوط جديدة. أتمنى أن تكرروا هذه العملية أنتم أيضا في المنزل. قد انتهى عملنا اليوم، أراكم في نشاط جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.